السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعات فن التطريز، الله يسعد أوقاتكم. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، درته تحت طلب الكثير من الأخوات. هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص للمبتدئات، طريقة على الطريقة باش يشدوا المرمى، باش تساعدهم على تدوار المرمى. إذا كنتمنى تتبعوا النصائح يعني اللي غادي نعطيكم، راها مهمة جدا. على بركة الله، كنتمنى يكون واضح. انا حاولت وتعمدت انني نبين هذه البلاصه هذه، حيت هذه هي اهم بلاصه، الشده ديال المرمى. اول حاجه الاخوات، ها اليد اليسريه ملي كنحطها هنايا في وسط المرمى، راه هي الدور ديالها الاساسي هو انها تثبت لي الثوب في وسط المرمى، باش ما تبقاش ليبره ملي كنكون خدامه وفاتحه العراض، ما تبقاش ليبره تحرك لي الثوب اولا المرمى. واهم حاجه في الشده هذه هي انك ما تحطيش يدك على الاطار، هذه اليد اليسرية الاخوات، ما تحطيش يدك على الاطار ديال المرمى، وما تحطيش يدك على الثوب اللي كيكون هنايا، اللي كيكون هنايا محطوط في البلاصه هذه. كنتمنى يكون واضح. هذه البلاصه هذه اليسرية الاخوات، ما تحطيش يدك على هذا الثوب هذا اللي انا راني طويت هنايا وشديته بيبره، يمكن لك غير تلويه ولا تطويه، المهم الاساس هو انك ما تحطيش يدك على الثوب هنايا. هاد البلاصه هذه، هاد المرفق هذا اللي كنحطوه هنايا فوق الماكينه، هكذا هكذا الاخوات، هو واضح هنايا، ممنوع يتحط على الثوب هنايا، حيت ملي كتكوني كتدوري باليد اليمنيه هذه، الا كان الثوب تمايا تحت من يدك راه كيتقل لك بلا ما تعرفي انت بان شنو متقل لك المرمى، يعني وشنو اللي ما كيخليهاش تدور، راه هو هذاك الثوب اللي كتكوني حاطه عليه يدك هنايا ومتقله على هاد البلاصه هذه، اولا حاطه يدك على الاطار. راه خا تشوفوني كندير هكذا، ولا راه واخا قريبه يدي من هنايا، راه ما كنحطش يدي على الاطار ديال المرمى. هذه هي اول حاجه وهي اهم حاجه، هي انك ما تحطيش يدك على الثوب، يدي السريه ما تحطيهاش على الثوب، ما تحطيهاش على الاطار ديال المرمى، تحطيه هنايا في وسط الثوب وتثبتي بها الثوب مزيان. هاد اليد هذه، وهاد اليد هذه راه هي اليمنيه، راه هي اللي كندور بها المرمى، هذه تادي راه هي اللي كندور بها المرمى، وهذه كتكون مثبته لي الثوب. هذه حتى هي ما كنحطاش على الثوب، حتى هي ما كنحطاش على الثوب، يعني شوفوا معايا هانتم هكذا، هذه هي الشده ديالي، هذه هي باش كندور المرمى هكذا، يعني حتى هي راه ما محطوطاش على الثوب، يعني خاصها الا كنتي حاطه يدك على الثوب راه ما غاديش تخليه المرمى تدور، ما غاديش تخلي المرمى تدور، يعني ما خصكي تحطي يدك على الثوب لا هنايا على اليد اليسريه ولا على اليد اليمنيه، اليمنيه كدور المرمى بهذه الطريقه هذه هكذا هكذا، واليسرية هكذا. شوف ها هي، كنتمنى يكون واضح. شوفوا دابا هنايا الا كان الثوب هنايا تحت يدي غادي يعكل عليها، هانتوما لاحظتوا معايا دابا كندور المرمى كامله، يعني واخا نكون فاتحه العراض وكندور، دابا انا غنخدم قدامكم هاد الورده راه بهاد الطريقه هذه، كنتمنى يكون واضح البنات. هذه هي الطريقه باش كندور المرمى، يعني ما خصش الثوب نهائيا يكون تحت المرافق ديالي. هانا الاخوات نفس الطريقه باش نوريكم، غادي نفتح العراض، دابا كنوسع العراض، دابا هنايا غادي نجمع العراض شويه بشويه، ما كنجيش نجمع العراض، دابا كنوسع العراض، دابا غنبدا نجمعو. بالنسبه لهاد الوريدات البنات اللي كيكون فيهم تدوار المرمى بزاف، راه واحد الطريقه ما كتبانش، يعني ما كتبانش هكذا بالتصوير، ولكن راه كنديرها، هي انني كنمشي ونجي شويه على الطرز ديالي، غادي تلاحظوا هنايا هنا اللي غادي يبان، راه كنمشي ونجي شويه على الطرز ديالي. كما قلنا القاعده في تدوير المرمى هي ان الثوب ما يكونش تحت المرفق ديالي باش ما يتقلش ليا المرمى. لاحظوا معايا راه كنمشي ونجي على الطرف ديالي باش كنقدر ندور، اما الا جيت نحاول ندور غير بلا ما ندور بلا ما نمشي ونجي على الطرف ديالي راه غادي يجي صعيب. يعني في البلاصه، يعني في هاد البلاصه هادي كنمشي ونجي شويه،
كندير المرمى ونجيبها. دائما الاخوات ملي كتكون عندي ورده وكيكون واحد الجهه فيها الطرز كنبدا دائما من الجهه اللي فيها الطرز باش ملي كندور حيت الا بديت من هنا يعني يقدر تطلع ليا فوق الطرز يعني نبداها من الجهه اللي كتكون قريبه من الطرز. غادي نصيبها شويه بحال هكذا نتمنى يكون واضح. غتشوفوا معايا ملي كيقرب هاد الثوب هاد الكمشه ديال الثوب هاد البلاصه اللي مجموع فيها الثوب ملي كتقرب عندي لهاد البلاصه كنهز يدي حتى المرفق ديالي كنهزو فوق الباكينه باش كنخلي هذيك البلاصه اللي فيها الثوب بزاف كنخليها تدوز. البنات اليسريه راه الدور ديالها غير كتثبت ليا الثوب كنحركها بهذه الطريقه ماشي باش نجر المرمى ولا شي حاجه يعني غير كالدور ديالها الوحيد هو انها تثبت ليا الثوب اليمنيه هي اللي كندور بها المرمى. نتمنى النصائح اللي كون عطيتكم تفيدكم وراها البنات مع التكرار يعني مع التكرار غادي تتقنوها ملي غادي تتقنوا هاد الشده ديال المرمى راه كيجي تدوار المرمى ساهل ساهل بزاف يعني كتولي ما كدوريش ديك تعذبيش ديك العاده بهكذا تدوري مع المرمى يعني بسهوله كيولي ساهل واحد الدرجه ما كتصورش.